بكل تأكيد تصريح المسؤولة الأمريكية بخصوص خطر هجمات الاحتلال التركي على مناطق الإدارة الذاتية وزيادة انتشار أو زيادة نشاط التنظيم الإرهابي هو تصريح مهم في هذه الأوقات، حيث أن تنظيم داعش الإرهابي ومنذ عام تقريبا زاد نشاطه في المنطقة وخاصة في شمال وشرق سوريا. استفاد هذا التنظيم من هجمات التي تشنها الاحتلال التركي على كامل جغرافية شمال وشرق سوريا من جهة، من جهة أخرى يستفيد هذا التنظيم من المناطق التي تحت حيث باتت ملاذا آمنا لقياديه لتنظيم نفسه وإعادة تمركزه في المنطقة. يعني هذا التصريح وضع النقاط على الحروب، كون السياسات التركية تكون داعمة للتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة وتشكل خطر على إعادة التنظيم أقوى في المنطقة، وبالتالي يهدد ليس فقط أمن في شمال وشرق سوريا وسوريا خاصة، كما شاهدنا كانت هناك هجمات في روسيا. التقارير أكدت أن المهاجمين يعني استخدموا الأراضي التركية للهجوم على ذلك. يعني بكل تأكيد على مدار عشرات السنوات تركيا كانت لها سياسات داعمة وراعية لجميع التنظيمات الإرهابية الراديكالية ومنها تنظيم داعش الإرهابي. يعني بكل تأكيد هذا التصريح تصريح مهم، يجب على الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى قراءة هذا الواقع ووضع حد لتركيا من جهة، ومن جهة أخرى العمل على إنهاء ملف داعش من خلال محاكمة عناصره المحتجزين هنا في إقليم شمال وشرق سوريا، ودعم قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لإنهاء هذا الملف الشائك. تم يعني هذا التصريح أستاذ خالد، كيف يعني هل لاقى أصداء من قبل المسؤولين في الإدارة الذاتية وأيضا من قبل سكان المنطقة في الرقة، خاصة أنه جاء بالتزامن مع الذكرى السابعة لتحرير مدينة الرقة من تنظيم داعش الإرهابي؟ يعني كيف كانت ردود الفعل الشعبية هناك وأيضا الأصداء من قبل مسؤولي الإدارة الذاتية على هذا نعم، التصريح طبعا؟ يعني بكل تأكيد المسؤولة الأمريكية نادين ماينزا كان لها زيارات أخرى لإقليم شمال شرق سوريا. المسؤولة أكدت خلال زياراتها السابقة والزيارة الحالية التي تقوم بها على يعني العمل الذي قامت به الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية في حماية جميع المكونات المنطقة والأديان والطوائف الموجودة في المنطقة من خطر داعش. يعني بكل تأكيد هذه التصريحات كانت إيجابية، ردود الفعل سواء رسمية من قبل الإدارة الذاتية أو حتى سكان المنطقة وخاصة سكان المناطق كرقة ودير الزور، هي ردود إيجابية كونهم هم أكثر من كانوا ضحايا لهذا التنظيم الإرهابي. يعني بكل تأكيد الإدارة الذاتية والأهالي في المنطقة في سكان إقليم شمال شرق سوريا يتملون المزيد من الدعم، المزيد من السياسات لردع تركيا من هجماتها من جهة، ومن جهة أخرى وضع سياسات أخرى دائمة لإنهاء ملف داعش الشائك الموجود حتى الآن. يعني بكل تأكيد رغم هذا التصريح المهم من مسؤولة أمريكية، ولكن حتى الآن للأسف الشديد السياسات الدولية وخاصة التحالف الدولي فيما يخص ملف داعش ومحاكمة الإرهابيين ما زال ليس بالمستوى المطلوب. يعني بكل تأكيد هذه جميع هذه العوامل والسياسات الدولية والسياسات التركية هي عوامل من جهة تقوض مكافحة الإرهاب، ومن جهة أخرى تزيد نشاط داعش، تزيد نشاط إرهابي داعش في المنطقة. يعني بكل تأكيد بشكل عام هذه الردود، هذه التصريحات كانت لها صدى إيجابي في المنطقة، ولكن بكل تأكيد يعني التأملات والآمال هي دعم أكثر في هذا الملف.
أشكرك جزيل الشكر مراسل وكالة أنباء هوار خالد عتي، كنت معنا مباشرة من شمال شرق سوريا.